تزامنا مع فعالية بطولة كأس العالم، لم تعد أحياء الفافيلا في البرازيل حكرا على السكان الفقراء، فالفافيلا وهي كلمة برتغالية تعني الأحياء الشعبية، أصبحت مقصد السياح الذين تنقلوا لريو دي جانيرو لحضور العرس العالمي، وذلك على الرغم من الحالة الأمنية المتردية. لا يزال السياح يخافون عندما يصلون إلى الفافيلا، الكل يقول إنه خائف، لكن بعد ليلة واحدة فقط يشعرون بالأمان، تؤكد مالكة أحد الفنادق. هذا وتتمركز بعض أحياء الفافيلا في قلب ريو دي جانيرو كما تطل على البحر، ما جعل الكثير من السياح يأتون خصيصا لرؤيتها. نعم، أتيت من أجل كأس العالم، لكنني أتيت خصيصا لاكتشاف الحياة في الفافيلا. أما في حي فيديغال وهو أحد أحياء الفافيلا، السكان ليسوا سعداء على الإطلاق، والسبب هو ارتفاع الأسعار منذ بداية بطولة كأس العالم كما يؤكد رئيس المجتمع المحلي. كل شيء أصبح غاليا حاليا، والضرائب ترتفع يوما بعد يوم. السكان المحليون أكدوا أن بعض منازل الفافيلا وبعد أن كان سعرها لا يتجاوز 11,000 يورو، ارتفع هذا العام ليصل إلى 135,000 يورو.